يا هلا ومرحبا بك اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. فكمان نعرف انه في الجزء الثالث من الحلقه 70 لسلسله تشكيب دي تواليت قال العميل السري هنا انه هذه السلسله وهذه المعركه لم تنتهي بعد. يوجد شخصيات اقوى من شخصيات تشكيب دي تواليت، وهذه الشخصيات معروفه باسم الاسترو تواليت، ويبدو انهم اقوى من شخصيات المراحيد اللي شفناهم من قبل. فاليوم راح نعرف قوتهم الحقيقيه ونشاهد معركه او مواجهه مع جيش الاسترو ضد الزعماء ونشوف ايش راح يصير بعدها. وثاني شيء يا جماعة الخير، في مشهد إضافي في هذه السلسلة راح نشاهده ونحلله في أسرار كثيرة، فلا تنسونا مدعمكم الأسطوري طبعا، وخلونا نشاهد القوة الحقيقية لجيش الأسرع على طول. طيب بسم الله. أوكي، هذا شكله زعيم الأسترو. طيب شاهدنا في الحلقة أو في الجزء الثاني من الحلقة 70، هذه ضحكته الشريرة. من هذا الأسترو الصغير؟ لا والله من جد يا جماعة، في أسترو ضخم يقطع الحالة. طيب لا والله إنهم أقوياء يا جماعة الخير، كل الطاقة اللي عملوها الزعماء قاعدين يصدوها. إيش قاعد يصير؟ لا 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 لا، اختفوا جبرا. لا والله انه عنده طاقة خرافية، قاعد يتفادى قاعد يتصدى جميع الهجمات من هذا الأسترو الصغير. لا 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 لا، الا زعيم الكاميرات، الا زعيم الكاميرات. تكفى والله. لا ايش قاعد يصير؟ ما قدروا لهم، هذا هو عملاق الأسترو. والله انه شكله ضخم ومرعب. اوكي 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 اوكي، هذه هي القوة الحقيقية لزعيم التلفاز. يلا فجر جده. اوكي قاعد يهكروا. تكفى والله من جد. لا 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 لا، سرق شاشة ودمرها. يلا يبلع، يلا زعيم التلفاز. اوكي زعيم التلفاز راح يقدر لهم الحمد لله. مستحيل والله، فجر جميع الشاشات حق زعيم التلفاز. يلا يا زعيم الكاميرا انت قده، ابلع فجر جده. ها ايش صار؟ هجوم. يلا يا شيخ ايش قاعد يصير؟ لا حتى زعيم الكاميرات. ها يلا هو يقول انه انا قدها. شال اسلحته، عنده تلفاز. والله انه عندهم قوة خارقة، حتى التلفاز عندهم يا جماعة، حتى شاشات التلفاز. يلا يبلع. ها ضوء اصفر، شعاع اصفر، ما قد شفنا شعاع اصفر للتلفاز يا جماعة. ايش يعمل الشعاع الاصفر هذا؟ مستحيل يا جماعة. دقيقة، كأنه هكروا يا جماعة، مركز الطاقة حقه صار اصفر واسلحته صارت باللون الاصفر. ديزلايك. يلا جي كأنهم دمروهم يا جماعة الخير. والله جيش الأسترو هذا شكله مرعب يا جماعة الخير، وعندهم طاقة وقوة خارقة. فيا ساتر إذا كان موجود عملاق من الأسترو يا جماعة الخير، مين راح يقدر له؟ حتى زعيم التلفاز شفنا كيف أنه كسر شاشاته. لكن اذكروا لي في التعليقات مين تتوقعون أنه راح يفوز المواجهة، جيش الأسترو أو الزعماء. طيب الآن يا جماعة راح نشاهد إحدى النظريات بالفيديو. بعدما يعني مات الرجل المغامر في الحلقة الماضية يا جماعة، راح نشاهد انه يعني استفاق وعاد الى الحياة، وهنا موجود رجل السماعات ذو البدلة الحمراء. الجميع هنا حي، كل اللي ماتوا احياء هنا. هذا طبعا رجل ذو البدلة الحمراء، رجل كاميرا اللي عنده بدلة حمراء. اوكي، وهذولا رجال الكاميرات اللي عندهم الفلاشة الخضراء، يعني اللي عندهم الضوء الاخضر. انظروا ايش راح يصير الان. دقيقة، هذه يا جماعة جثة او جسم الرجل المغامر، هو ميت
لكن في الحقيقة هذا هو رجل المغامر اللي قاعد يشاهد المشهد، لكنه أصبح من الأشباح أو أصبح مختفي تماما مثل رجال الكاميرات الموجودين في هذه القاعة. وكما رأينا طبعا في هذه السلسلة أن رجل كاميرا ذو البدلة الحمراء كان يختفي أو كان عبارة عن شبح، أصبح شبح يا جماعة الخير، وحتى رجال الكاميرات الآخرين كانوا عبارة عن شبح. لكن هنا يا جماعة في هذا المقطع نرى هنا أنه رجل السماعات أيضا أصبح من الأشباح أتوقع، ورجل المغامر أصبح أيضا من الأشباح. يعني كل اللي ماتوا في هذا المختبر أصبحوا مختفين، وأصبح العميل السري هو اللي قاعد يتحكم فيهم لأنه لا يريد أن يتسربوا الأشياء أو الأسرار الموجودة في هذا المختبر. طيب الآن راح نشوف المشهد الإضافي بعدما مات الرجل المغامر يا جماعة الخير. دفوق بوم أضاف في هذه الحلقة مشهد إضافي. أوكي، الرجل المغامر الآن تم السيطرة عليه، أو العميل السري هو اللي أخذ الجهاز حقه أو طفى الكاميرا حقه عشان ما يسرب الأشياء أو الأسرار اللي موجودة في المختبر. أوكي، هذا هو يا جماعة الخير المشهد اللي أضافه دفوق بوم في الحلقة 70 الجزء الثالث. لاحظ في هذا مختبر الكاميرات يا جماعة الخير، أول شيء هذه العلامة شفناها في مختبر الكاميرات حقهم، وكانت موجودة عند البوابة اللي كان موجود فيها زعيم الكاميرات وكانوا يعالجونه وكانوا يطورونه. فنرى هنا دكتور رجال الكاميرات يا جماعة الخير هو اللي يقوم بعمليات هنا، ونرى هنا رجال الكاميرات شكلهم كانوا في الحلقات الماضية وقد أصيبوا يا جماعة الخير. كما نرى هنا هذا الرجل الموجود هنا في السرير الخلفي ونفس رجل الكاميرا اللي قضى عليها الشرطي بالرمح الحديدي يا جماعة الخير. فكما نلاحظ هنا ونرى أن هذه الحديدة الموجودة عليه نفسها الحديدة اللي كان أو السلاح اللي كان يستعمله مرحاض الشرطة. وهنا نرى شخصية عملاق أو أحد عمالقة الكاميرات يا جماعة الخير وعنده بدلة حمراء، فأتوقع أنه هو نفسه اللي كان في الحلقة 30 لما كان مهكر أو لما كان طفيلي في رأسه وتم نزعه يا جماعة. هو نفسه موجود هنا في شخصية غريبة ما قد رأيناها يا جماعة الخير، شخصية رجل الكاميرا وعنده لابس قبعة، فأتوقع أنه هو محقق حق رجال الكاميرات. فالغريب إيش مهمة هذا المحقق في هذه السلسلة؟ وأنا عندي نظرية أتوقع أنه هذا محقق الكاميرات هو اللي راح يكشف مهمة العميل السري، لأنه قاعد يحقق في موت رجال الكاميرات، فراح يحقق في العملية هذه وراح يكشف أنه العميل السري هو اللي قتل الرجل المغامر، ويمكن أنه يستخرج المعلومات من الكاميرا حق الرجل المغامر عشان يكشف سر العميل السري. وبس يا جماعة الخير هذا كان مقطعنا اليوم، كشفنا بعض الأسرار وشفنا قوة رجال الأسرو أو جيش الأسرو. فاذكروا لي في التعليقات أي شيء عن هذه السلسلة أو أي شيء تتوقعونه راح يصير في المستقبل. طبعا لا تنسوا إذا ما كنت مشترك اشترك في القناة، قربنا يا جماعة الخير نوصل 60,000 مع بعض، ولا تنسونا من دعوكم للأسطوري. نشوفكم في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.